تشغيل هذا ممكن راتبه يكون 15,000، لكن برسالة واتساب يرسلها المصنع قلل عليك تكاليف شهرية. أديك قصة قصيرة ممتعة. حلو. أحد اللونجات في المدينة المنورة، ما شاء الله يعني في ضغط ما شاء الله تبارك الله، شفت المبيعات وشفت المشتريات ولاحظت في الفراولة يشترون فراولة غالية ب20 ريال، كانت إسبانية يشتروها. سألت أول شيء كل منتج لازم تاخذ معاه قصة، الفراولة هذه بيش تستخدموها؟ قلت نستخدمها تزيين أو جارنيش فوق التشيز كيك. والكاوي؟ قالوا تزيين الصحن. حلو، الكاوي كنسلته أول شيء سويته، لأنه أصلا ما ينأكل ويرجع ترمي ياكل العمال. الفراولة فقط تزيين تشيز كيك؟ قالوا لي ما حد ياكلها، ما تدخل في سلطات؟ قالوا لا. وبخت حرفيا مسؤول المشتريات، قلت له الفراوله تقدر تجيبها باقل من 10 ريال، انت تشتريها ب 20 فاليوم 10 فاليوم 200 ريال، من 200 راح ل 500 ريال. في بند الفراوله فقط وفرنا 4500 تقريبا رواتب ثلاثه موظفين اندونيسيين في المحل. كم بند في المطعم؟ وهذه نظريه الفراوله سميتها احنا كنا بنجيها. انا ما احب اوصل رساله دائما بطريقه الافعال ومدري العلميه ومدري العلميه وصعب دراسه الجدوى، احب اجيبها بامثله عشان يعرفون انه في المطبخ فيه كوارث عندهم. ما يدرون عنها، يبدا الحين يفتش. بعد ما سلت تغريده الفراوله، لو تشوف الرسائل اللي جات في تويتر اباك تشوف